الملك للأجهزة الحكومية، بادروا بتوضيح الحقيقة فيما ينشر عن جهاتكم والمحتوى الإلكتروني والإثراء المعرفي، كيف نعززه في مواقع التواصل الاجتماعي؟ وأيضا معنا في هذا المساء يا هلا يسلط الضوء على أوضاع المتقاعدين، هذه العناوين تشاهدونها هذا المساء في يا هلا، بالإضافة إلى فقرتنا الثابتة. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. اليوم راح نبدأ حلقتنا من فقرة الرصد الصحفي المعتادة، وهو الرصد الذي نبدأه بأكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات، بالإضافة إلى المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الجزيرة للكاتب محمد آل الشيخ بعنوان عراق ما بعد داعش واحتجاجات إيران، يقول في 12 من مايو المقبل ستجرى انتخابات برلمانية وبالتالي حكومية في العراق. وفي العراق أيضا الأحزاب السياسية المسجلة بشكل رسمي أكثر من 200 حزب سياسي بقليل، وجميعها تطرح مع وحدة استقلال الجغرافيا العراقية، كما أن الأحزاب السياسية بمعناها العريق في الديمقراطيات التقليدية لا وجود لها في العراق، فزعيم الحزب وانتماءاته الطائفية والفئوية هي التي ترجح قوة وشعبية هذا الحزب أو هذا التكتل. وعلى أي حال وللأسباب التي تطرقت لها سابقا، لا أعتقد أن العراق بعد الانتخابات القادمة سيكون كما كان عراق المالكي ولا حتى عراق الحيدري، فقواعد اللعبة هناك اختلفت إلى حد بعيد. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الوطن للكاتب خالد العضاض بعنوان التطرف وسلوكيات هامشية خطيرة، يقول يستخدم بعض التويتريين كلمة استشراف والتي تعني في بعض معانيها ادعاء الشرف والفضيلة ضد بعض الذين يتبنون موقفا مغايرا لما هم عليه من سلوك وسمات تتضح جليا من خلال تغريداتهم. والتطرف حالة نفسية مرضية تصيب الفرد أو الجماعة، والمتطرفون لديهم توجهات وقناعات فكرية لا يتزحزحون عنها إلا عند تعريتها وكشفها. ويمكن القول أن دراسة مثل هذه السلوكيات الدقيق منها والجليل سبيل لمنع التطرف ومكافحته. إن وجود حالة من الجهل لدينا بالإضافة إلى عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، وهذا يدعونا إلى أخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية والقيام بالأمانة على أكمل وجه، فوطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة اليوم للكاتب محمد الشهراني بعنوان المواد المقلدة والمغشوشة خطر على المستهلك، يقول مع الجهود الواضحة التي تقوم بها وزارة التجارة في ضبط المخالفين ومعاقبتهم، إلا أن بعض أصحاب شركات تجارة قطع الغيار ومواد الكهرباء والسباكة يقومون بتوريد القطع المقلدة والمغشوشة. إن المشكلة الحقيقية في قطع الغيار المقلدة هي أنها أقل جودة وأداء مقارنة بالقطع الأصلية. من سمح بدخول تلك السلع المغشوشة إلى السوق السعودية؟ خاصة أنها مجهولة المصدر. أعلم أن الوزارة تقوم بحملات شاملة على الأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع المغشوشة المقلدة، ولكنها قليلة ولا تغطي كل دكاكين القطع المغشوشة، ويعيقها من وجهة نظري قلة عدد المراقبين. نتابع رصدنا الصحفي لأخبار السعودية، ولكن هذه المرة بلغة الأرقام.
11 مليار ريال قيمة التمويلات التي قدمها الصندوق الصناعي في 2017، 51.6 مليار ريال مشتريات الصناديق الاستثمارية لسوق الأسهم في 53 أسبوعاً، 1.2 مليون سعودي وسعودية يبحثون عن عمل، 312 ألف زيارة منزلية طبية في 2017، 8 برامج للتجارة والاستثمار في غرفة الأحساء. في المدينة المنورة تم اكتشاف طبيب يعمل بمهنة طبيب طبيب عام وهو في الأساس مهنته فني تبريد وتكييف. يعني أنا أعرف أنه هذا الخبر يعني صادم كثير وأخذ مساحة واسعة من الجدل ومن الحوار، ولكن التفاصيل ما زالت غائبة حتى الآن، وإحنا نحاول في هذا الاتصال الآن أنه نستوضح كثير من التفاصيل اللي يمكن غير معروفة حول مثل هذا الموضوع. ولذلك يسعدني أن يلتحق بي عبر الهاتف المتحدث باسم الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حاتم سمان. أستاذ حاتم حياك الله، فيها هلا. حياك الله أستاذ مفرح، يا أهلا وسهلا، حياك الله وليكم المشاهدين، يا أهلا وسهلا. إذا تزعل إذا قلت لك شدد الراء وقول مفرح أستاذ مفرح. طيب يا أهلا وسهلا، يعني أنا أمزح معك. الله يبارك فيك. طيب يا حبيبي، كيف تشرحنا الموضوع في البداية، كيف تم اكتشاف هذا الطبيب؟ طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لموضوع الأطباء هذول اللي تم اكتشافهم، اولا هذا طبعا ضمن حمله وطن بلا مخالف. تدرون حمله وطن بلا مخالف بدات في منتصف شهر من نوفمبر، وهي ضبط الاشخاص الوافدين اللي هم جايين. يا استاذ حاتم، استاذ حاتم اذا تسمعني تفضل. اي يا ليت بس ممتاز، الان رجع الصوت لان صوتك اختفى شوي، يعني تفضل. اي تفضل. طبعا طال عمرك هذا ضمن حمله وطن بلا مخالف. ما تم ضبطهم في المدينه المنوره، هم عبارة عن أطباء رجال اثنين وطبيبتان. طبعا الطبيبتان هذول في عندهم مشاكل في نقل الإقامة، إقامتهم طبعا في عندهم مشاكل في الكفالة، لكن هم أساسا طبيبات، تخصصهم وشهاداتهم الأكاديمية كلها طبعا طبية. لا، في واحدة اكتشفت وهي مرافقة وما عندها شهادة طب، هذه قديما ولا حديثا؟ لا لا لا، هذه قصة قديمة هذه. طيب طيب الآن الطبيبتين الأربعة هذول الآن حاليا الأربعة هذول كلهم أطباء، شهاداتهم الأكاديمية كلها طبية. طيب الأربعة كلهم أطباء؟ نعم كل الأربعة أطباء. طيب وش سالفة فني تبريد وتكييف؟ هذا طال عمرك هو داخل المملكة هنا وافد بتأشيرة فني تبريد، وفي طبيب ثاني وافد بتأشيرة عامل. طبعا هو يعمل بطريقه غير نظاميه في المركز هذا، وتم ضبطه ضمن حمله وطن بلا مخالف، وطبعا تم حالته من النيابه العامه لاتخاذ اجراءات نظاميه. لكن اصلا هو شهادته دكتور؟ نعم نعم، هم كلهم اطباء. وليش دخل بهالصفه؟ هو طبعا جاب بطريقه غير نظاميه، ربما اتفق مع صاحب المنشاه هذه. أيوه. على اساس انه فتره تجربه وبعدين يحصل على التصنيف، ومن ثم يعني التحق بشكل رسمي في العمل. هم كلهم في مستشفيات خاصة؟ نعم كلهم في قطاعات خاصة. طيب أستاذ حاتم، كيف يتم التعاقد مع الأطباء في المستشفيات الخاصة؟ يعني ليش صار هذا الموضوع من البداية؟ أستاذ حاتم، يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ حاتم، حنرجع نتواصل فيه. هو في مشكلة في الاتصال من بداية الاتصال أصلا، ما أعرف إذا المنطقة اللي موجود فيها الأستاذ حاتم إذا كان الشبكة فيها ضعيفة أو جيدة. شباب إذا نقدر نرجع له، ولا ممكن نطلع الفاصل ونرجع نكلمه بعد الفاصل. طيب حاتم سمان معي على الهاتف مرة ثانية. أستاذ حاتم مرحبا، تسمعني أستاذ حاتم؟ ألو أستاذ حاتم تسمعني؟ طيب إلين يجهز الاتصال أبغى أوضح أنه صحة المدينة كانت واضحة في الحالات اللي تم اكتشافها، والأهم من هذا كله أنه في واحدة من الحالات المكتشفة لطبيب
وهو في أصل المهنة المسجلة مقاولات عامة تم إحالته إلى النيابة العامة، وهذا شيء مهم جدا وأرجو أن يأخذ عقوبته التي يستحقها. ولكن يظل السؤال الكبير موجود أنه كيف تم تسجيل هؤلاء الأطباء من البداية في المستشفيات الخاصة، وهذا اللي نحاول نعرفه مع حاتم سمان، أنه هل المستشفيات الخاصة مثلا عندها طريقة معينة في تسجيل الأطباء ما تمر على وزارة الصحة أو ما تمر على مديرية الشؤون الصحية أو لا؟ لأنه إلى الآن فيما يتعلق بالمدينة المنورة مثلا ما شفنا حالة لدكتور في مستشفى حكومي، كلهم في المستشفيات الخاصة، فيبدو أن المشكلة موجودة عند هذه المستشفيات أكثر من غيرها، وهذا اللي نحاول أنه نعرفه مع حاتم سمان في حال أنه رجع التحق بنا عبر الهاتف. وأنا ما أعرف إذا حاتم الآن جاهز معنا على الهاتف ولا لا. حاتم يبدو أنه ما هو جاهز، إذن إلى أن يجهز الاتصال احنا راح نطلع فاصل ونرجع نكمل معكم مع حاتم سمان ومع بقية قضايانا الليلة في أهل. أهلا بكم من جديد في أهلا. يلتحق بنا عبر الهاتف الآن الأستاذ حاتم سمان المتحدث الرسمي باسم المديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة. أستاذ حاتم مرحبا فيك من جديد. حياك الله أستاذ مفرح، يا أهلا وسهلا. أعتذر منكم عن انقطاع الاتصال. لا ولا يهمك، لكن ضعف الشبكة هنا. شكرا لتجاوبك المرة الثانية. كنت أسأل يعني لما انقطع الاتصال أنه كيف يتم تسجيل الأطباء في المستشفيات الخاصة، لأن واضح أن المشكلة عند الخاصة مش الحكومية. نعم طبعا هذه المخالفة وجدت في مستشفيات القطاع الخاص كما ذكرت في المحادثة الأولى. طبعا في طبيبان رجال وطبيبتان كلهم أطباء لديهم شهادات أكاديمية طبية من دولهم، لكن طبعا دخولهم كان إلى المملكة كان طبعا بتأشيرات مسميات مختلفة، فهذه كانت المخالفة. بالنسبة لالتحاقهم في العمل فهذا الأمر طبعا مخالفة من صاحب المنشأة. صاحب المنشأة أحضر الشخص هذا على أساس أنه في المسمى مثلا فني تبريد أو سباك أو غيره، لكن هو طبيب في بلاده هناك وظف عنده ممكن كفترة تجربة لأن يشوف كيف مثلا ينجح في العمل، ومن ثم يستكمل جراءات التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يعني فترة التجربة في المستشفيات الخاصة ما تمر لا بمديرية الشؤون الصحية ولا بوزارة الصحة؟ مو هذه احنا في عندنا في الشؤون الصحيه بالمدينه المنوره اداره اسمها اداره شؤون القطاع الصحي الخاص. أيوة. الاداره هذه تنفذ اسبوعيا من 35 الى 50 جوله على اكثر من 800 منشاه موجوده في منطقه المدينه المنوره، طبعا بتكلم على المنشآت الخاصه. بالنسبه للجولات هذه يعني العدد يمكن تشوفه انت قليل، هذا اللي تم ضبطهم. أيوة. هم كلهم اربع اشخاص في كل المنشآت هذه، يعني هو كان عدد قليل جدا. إيه قليل لكنه كارثي على مستوى النتائج استاذ حاتم، يعني اقصد انه لو هذا اي لكن انا سؤالي الان لما مستشفى خاص يبغى يسجل او يوظف طبيب عنده، هل من ضمن الاجراءات انه لازم يرفع الشهاده والاقامه وكل شيء للوزاره ولمديريه الشؤون الصحيه ولا لا؟ طبعا طبعا طبعا. طيب في اجراءات نظاميه يتم العمل بها. الان مثلا انا عندي منشاه صحيه خاصه ابغى اجيب مثلا طبيب، في عدد من الإجراءات، يعني في عندك الصحة طبعا ممثلة بإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص، في عندك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في عندك أكثر من جهة. حلو. يعني طيب. في تنظيم كامل بيمر فيه هذا الطبيب إلين ما يتوظف. طيب حلو. تعرف طيب هذا التنظيم لما مر عليكم مثلا في المديرية ولا في الوزارة ولا شيء، كيف وافقتوا عليه وهو مسجل عنده في إقامته أو في تأشيرته أنه فني تكييف وتبريد؟ لا هو اساسا يعني هو استقطبوا الكفيل هذا على اساس انه مثلا عامل نفترض على سبيل المثال. أيوة. الشؤون الصحيه ليس لديها علم انه هذا توظف طبيب، دخلوا المستشفى بالخفاء. اي طبعا هو دخل المستشفى بالخفاء، حتى في الجولات التي يقوم فيها طبعا زملائنا اداره شؤون القطاع الصحي الخاص، وانا صراحه اشكرهم. يعني في الجولات ربما انت عارف يعني في بعض الحالات مثلا يكون مثلا يهرب او يختفي مثلا وقت الجوله. أيه. لكن وقت ما يتم ضبطه طبعا الشؤون الصحيه في منطقه المدينه المنوره تقوم بايقافه فورا عن العمل. طيب ترفع الموضوع للنيابه العامه. نعم اخيرا استاذ حاتم، وش الاجراء اللي راح يتخذ بحق صاحب المنشاه وبحق الطبيب؟ طبعا هي المنشاه طبعا سيفرض عليها غرامه، الغرامه تتراوح ما بين 10,000 الى 100,000 ريال. بالنسبه للطبيب الان في هذه الحاله بما انه هو طبعا غير مصنف في الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه يتم إحالته للنيابة العامة، طبعا هناك سجن وغرامة وترحيل.
نعم، حاتم سمال المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحفية المدينة المنورة، شكرا جزيلا لحضورك معنا في يا هلا. نقلا عن صحيفة سبق أنها علمت بصدور توجيهات عليا لجميع الجهات والمصالح الحكومية بالمبادرة فورا بتوضيح كل ما يتم نشره عنها في حال كان يتنافى مع الحقيقة، وأن تقوم بالتوجه للجهات المعنية في حال تجاوزت وسائل الإعلام النقد البناء والموضوعي بهدف دحض نقل وتداول الشائعات. شكرا للملك سلمان وهو يضع هذه الموازين التي تحفظ حق الجميع. هذا التكامل يبني الوطن ويعزز رؤيته ويضع كل النقاط على الحروف بعناية. لأنه عهد سلمان الحزم والعزم، ولأن بيئات العمل برمتها أصبحت قانونية وواضحة، نشرت صحيفة سبق الإلكترونية وبحسب مصادرها بصدور توجيهات عليا لجميع الجهات والمصالح الحكومية بالمبادرة فورا بتوضيح كل ما يتم نشره عنها في حال كان يتنافى مع الحقيقة، وأن تقوم بالتوجه للجهات المعنية في حال تجاوزات وسائل الإعلام في النقد البناء والموضوعي بهدف دحض نقل وتداول الشائعات. وأكدت التوجيهات أنه فيما لو تجاوزت وسيلة الإعلام في انتقاداتها معايير النقد البناء والموضوعي، فعلى الجهة الحكومية اللجوء إلى الجهات المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى ضدها وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية، على أن يكون هذا الأمر قاعدة يتم العمل بموجبها. ووفقا للتعليمات فإن اللجنة الإعلامية العليا هي التي ستقوم بمتابعة التزام الجهات الحكومية بهذه التوجيهات، ولأن الإعلام والمؤسسات الحكومية والخاصة وجهان لعملة واحدة تهدف إلى بناء الوطن ليصل الجميع إلى عمل مشترك ومتقن على كل الجهات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو المستشار الإعلامي الأستاذ سلطان البازعي، كما سيلتحق بنا عبر الهاتف رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي. أبو بدر حياك الله معنا. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعني هذا موضوع يعني يضع كل الموازين في مكانها، كيف تعلق بدأت؟ يعني أنا أظن فيه هو بكثير من الجهات الحكومية، وخلنا نقول جمهورها المستفيد اللي هو جمهورها اللي هو عامة الناس المستفيدين من خدماتها. أنا أعتقد هذه اللي هو توجد حالة من عدم الفهم أحيانا، من إساءة الفهم، وتزداد المشكلة لما يكون سوء الفهم هذا عند الصحفيين الإعلاميين أو الكتاب أو المعلقين على القضايا. هنا تصير الأزمة أكثر، لأنه يصير في تشويش للرأي العام حول خدمات هذه الجهات التي تقدمها للناس. نعم. ويصير في خلل أحيانا ناتج عن سوء الفهم هذا. يعني احنا ما لا نريد أيضا أنه نتهم الناس أنهم يحاولون أنهم يعني يوجدون شعبوية على حساب المنجز التنموي. صحيح. لكن يعني في كثير من الحالات هذه مؤشرات تقول هذا، يعني لأنه الحقائق يجب أن تكون واضحة. الصحفي دوره والإعلامي أنه يبحث عن الحقيقة، لكن في مشكلة لما يكون فيها في سد مانع. يعني أنتم مثلا زي برنامجكم أنتم تتحدثون وتبحثون عن كثير من القضايا. صحيح. أنا أدرك أنكم أحيانا كثيرة يصير متعب لكم أنكم تجدون من يتحدث باسم هذه الجهة الحكومية. هذه حقيقة، يعني بعض المتحدثين الرسميين يعني ينشغل كثير في التواصل، غير ينشغل هو أصلا يمكن أما غير مؤهل، أما غير مطلع على المعلومات، أما غير ممكن في داخل الجهاز. أحيانا وظيفة المتحدث الرسمي وظيفة مهمة جدا وخطيرة جدا، ويجب أن تكون يجب أن يكون هذا المتحدث واصل إلى أعلى درجات صناعة القرار، يكون على اطلاع فيها، فبالتالي يكون حاضر الذهن ودائما مستعد لتلبية أو الإجابة على كل الاستفسارات.
صحيح، عدم تجاوب المتحدث أو الجهات هو اللي يمكن يخلق هذه الهوة اللي أنت جالس تتحدث عنها. نعم، هي هذه الهوة موجودة لا شك بينه وبين كثير من الجهات. جميل. يعني ممكن نسمي قطاعات إذا حبيت. جميل، إيش السبيل اليوم لتقريب هذه الهوة أو ردمها نهائيا؟ شوف، التوجيه الملكي اللي أشرت له، يعني أنا أعتقد أنه هذه ليس جديدا، يعني سبق أنه صدرت توجيهات ملكية من عهد الملك عبد الله رحمه الله، ومنها إذا تذكر أنه كان في توجيه من الملك عبد الله بتعيين متحدثين رسميين. صحيح. أنا أعتقد اللي حصل أنه كالعادة يعني كثير من في البيروقراطية الحكومية عدم القناعة وعدم الفهم الحقيقي لمهمة الإعلامي، لمهمة رجل العلاقات العامة، لمهمة المتحدث الرسمي. وتعرف أنه هذه الإدارات في كثير هي مستودع للناس اللي ما عندهم عمل أحيانا، أو يعين فيها ناس حسب التأهيل لكنهم لا يمكنون أبدا ولا يعطون الفرصة لا للاطلاع ولا للحديث، ولا أحيانا وهم يحتاجون ذلك إلى التدريب. إلى التدريب. نعم، التدريب كيف يعبر عن جهته، كيف ينقل رسائلها، وكيف يظهر إعلاميا، وكيف يظهر إعلاميا، وكيف يجيب على الاستفسارات اللي المطلوبة. جميل، في نقطة موجودة أيضا في هذا التوجيه، وأن تقوم بالتوجه للجهات المعنية في حال تجاوزت وسائل الإعلام النقد البناء والموضوعي. أيضا خلينا نتكلم بإنصاف على ما يطرح في وسائل الإعلام اليوم، المرئية، المقروءة، المسموعة. نعم. هل مستويات النقد الموجودة اليوم صحية جيدة ولا فيها إشكال؟ أنا أعتقد بسبب هذا الخلل يكون هناك حالة غير صحية، يكون هناك يعني حالات مبالغة في إظهار العيوب أحيانا لا تكون موجودة، أو مبالغة في الحديث عن جوانب نقص قد لا تكون، قد تكون في طور المعالجة. فبالتالي قد يبالغ، قد تأخذ بعض الإعلاميين الحماس ويتمادى في هذا الأمر. أنا أعتقد التوجيه كان واضح أنه يعني للجهتين، لكن أيضا مهم جدا أنه التعامل معها قضائيا أيضا. أي يعني بحيث أنه هو واضح أنه أن تقوم بالتوجه للجهات المعنية، يعني المعنية هي القضائية غالبا. صحيح. يعني سواء كانت في اللجان القضائية اللي في وزارة الإعلام أو في جهات أخرى قضائية، وهذه خطوة متحضرة جدا في أعتقد كثير. نعم نعم، أنه يعني أنه نصل لهذا. طيب اليوم فكرة المتحدثين الرسميين اللي تكلمت عنها واحدة من الحلول للتقريب، من اللي مفروض يبادر إلى اختيار المتحدث الرسمي بعناية، إلى تدريبه، إلى طريقة تعاطي مع الإعلام، سواء المتحدث أو قسم العلاقات والإعلام في أي جهة حكومية؟ أنا أعتقد المسؤول الأول في القطاع فليكن الوزير أو رئيس هذا القطاع، يجب أن يعنى في هذا الأمر وأن يحصل على الاستشارات اللازمة من جهات متخصصة في هذا المجال، وهي كثيرة، يعني جهات سعودية كثيرة. والبرامج التدريبية أيضا متاحة، لكن حسن الاختيار يسبقه التمكين زي ما ذكرت لك. يعني لا يكفي أن يكون عندي متحدث رسمي وعنده مكتب وقد يكون منصب مدير عام علاقات عامة أو إعلام أو كذا، لكنه لا يحصل على أي معلومة، القرارات تطبخ في الأدوار العليا وبالتالي هو خارج الصورة. أنا يعني يجب أن يكون شريك فيه. أنا أحس كثير بمعاناة كثير من المتحدثين الرسميين اللي يجدون حرج في استجابة لطلبات الإعلاميين مثل طلباتكم أنتم، لأنه يعرف أنه ما عنده أصلا، يعني سيظهر ظهوره سيكون باهت، غير ممكن، ليس لديه معلومات، ليس يمكن الحادثة اللي تتحدثون عنها ولم يعلم عنها وهو في نفس الجهاز. طيب هذه مسؤولية المتحدث ولا مسؤولية الجهاز؟ لا، مسؤولية الجهاز، مسؤولية رئيس الجهاز. طيب تسمح لي أخذ اتصال هاتفي مع الدكتور علي العنزي. دكتور علي، حياك الله معنا في أهلا. حياك الله دكتور. نتحدث عن التوجيه الكريم بفكرة أنه يكون هنالك تجاوب من الجهات المعنية ويكون هناك نقد بناء من الإعلام، كيف تعلق بدءا على هذا الموضوع؟ طبعا الشكر لك وللمستمعين ولضيفك الكريم. أنا أعتقد أن الأستاذ سلطان الباسع، الحقيقة ما في شك أن هذا الأمر في غاية الأهمية، وهذا يكرس الدور الإيجابي للإعلام ويمكن الإعلام أيضا من أن يقوم بدور مهم
تجاه العديد من القضايا وتجاه الرأي العام. بلا شك أن نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله هو دائما ينظر للإعلام كمرآة، ونحن نعرف خادم الحرمين عندما كان أميرا للرياض وتاريخه دائما له تواصل كبير ومعروف مع الإعلام والإعلاميين. اليوم يكرس هذا التواصل بأن يكون هناك أمر سامي بالاستجابة لكل تساؤل أو تعليق تجاه هذه المؤسسة وتلك، وهذا يكرس دور العلاقات العامة، دور الإعلام في المؤسسة. هذا الدور الذي يجب أن يقوم به رجال العلاقات العامة ورجال الإعلام على أكمل وجه، وهذه طبعا يعزز مكانة الإعلام سواء في الرأي العام أو في المنظمة، وهذا يأتي من خلال ما تعطى العلاقات العامة ورجال العلاقات العامة ورجال الإعلام من صلاحيات من قبل الإدارة العليا. ولذلك العلاقات العامة والإعلام يجب أن يكونوا شركاء في العمل بالمنظمة، بأن يحضروا اجتماعات مجلس الإدارة أو المؤسسة الاجتماعات العليا، وأن يحظوا بالدعم من الإدارة العليا. طيب. أعتقد الإعلام إذا مكن من أن يكون له دور فاعل في المنظمة لن يتوانى، وسيكون له دور مهم يعكس هذا الدور ينعكس بشكل إيجابي على المنظمة وعلى الرأي العام. طيب دكتور، أنت تنتمي إلى واحدة من المؤسسات ومن الجهات الحكومية المهمة أيضا، جامعة الملك سعود. قبل شوي الأستاذ سلطان البازع كان يقول أنه الجهات أيضا لديها بعض القصور في فكرة تعيين المتحدثين الرسميين، تدريبهم، تجاوبهم مع الإعلام. كيف تقيس هذا الموضوع وأنت داخل المؤسسة؟ تقصد المؤسسة الأكاديمية أو المؤسسة يعني هي في النهاية جامعة الملك سعود تعتبر جهة مثل كل الجهات، عندها متحدث رسمي ولديها علاقات وإعلام. طبعا بلا شك أن العلاقات العامة في جامعة الملك سعود، نحن نتحدث عن إدارة العلاقات العامة وليس عن قسم الإعلام. قسم الإعلام هو من يخرج الإعلاميين. نعم. إدارة العلاقات العامة في جامعة الملك سعود مثلها مثل أي إدارة علاقات عامة في مؤسسة أخرى، في مؤسسة حكومية. إذا أعطيت الصلاحيات وإذا كان لها دور فاعل من خلال ما تمنحه لها الإدارة العليا، استطاعت هذه الإدارة أن تقوم بعملها وواجبها على أكمل وجه. جميل، وهذا ينطبق على كل الجهات دكتور. ها نعم، بدون إعطاء صلاحيات من الإدارة العليا لن تستطيع العلاقات العامة أن تقوم بدورها، خصوصا في هذه الأيام وجود طبعا شبكات التواصل الاجتماعي، الوعي بالرأي العام. لا يستطيع اليوم، لا تستطيع المنظمة أن تخفي أو تخفي الأخبار أو أي شيء تجاه الرأي العام، لأن هناك وسائل أخرى تستطيع أن تنبش هذه الأخبار. جميل. لذلك يجب التعامل مع الرأي العام بالشفافية. جميل. دكتور أخيرا، وأنت دكتور أخيرا وأنت يعني قريب جدا من الإعلام، في المقابل هناك في التوجيه أن يجب على الإعلام أن يقدم نقدا بناء اليوم بكل شفافية. احنا نشهد كثير من التجاوزات الإعلامية اللي تحدث، كيف تقيم وضع النقد الإعلامي الموجود لدينا تجاه مشهد الرأي والمجتمع؟ طبعا يقصد بالنقد الإعلامي النقد البناء، هو صحيح. النقد الذي يفيد وليس التحشيد أو النقد الهداف. طبعا ما في شك أن بدون أن نكون ناقدين تجاه المؤسسة تجاه العمل لن نستطيع أن نصلح هذه المؤسسة وأن نساعدها على أن تصل إلى أهدافها. النقد البناء هو الإعلام، أن يكون إعلام مسؤول، أن يكون إعلام واعي، يستطيع أن يكون العين والأذن للرأي العام وبكل موضوعية وشفافية، ليس لأهداف شخصية أو لأهداف أيديولوجية أو غيرها. لا، النقد البناء هو النقد الحقيقي، بحيث أن يكون تكون هذه الوسائل هي العين والأذن للمجتمع. جميل. وأن تستطيع أن توصل ما يدور في الرأي العام إلى صاحب القرار بكل شفافية وكل أمانة. هذا هو النقد البناء، وليس النقد الذي يهدف إلى الزعزعة وإلى التحشيد
لتحشيد الرأي العام لاتجاه سلبي أو إلى يعني أشياء لا تساعد على استقرار المنظمة أو استقرار المجتمع. نعم رئيس. النقد البناء مطلوب من خلال طبعا فهم قضية الإعلام، وهذا يأتي من خلال التأهيل الأكاديمي والتدريب وغيرها من الأشياء. جميل. رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي، شكرا لك. أستاذ سلطان أباخذ كلمته الأخيرة، وهذا يأتي من باب التدريب والأكاديمية. هو اليوم رئيس قسم الإعلام، أقسام الإعلام في جامعتنا عليها مسؤولية في هذا الاتجاه، تجاه تخريج أشخاص مسؤولين في هالجانب. يعني أنا راح تكون شهادة مجروحة، لأني أنا خريج من خريجي قسم الإعلام، لكن أنا أعتقد نعم عليهم مسؤولية، هم يخرجون دفعات كثيرة من الطلاب. الطلاب قد يأتون إلى سوق العمل يجدون نفسهم غير مؤهلين بالخبرات الكافية. أنا أعتقد زيادة جرعة التدريب الميداني عند قسم الإعلام قد تساعد في تطوير مهارات لدى خريج القسم عندما يذهبون إلى ميدان سوق العمل. لكن أيضا أؤكد ترى المسألة تعتمد على التدريب حتى على رأس العمل، يعني التدريب الإعلامي لمواجهة الجمهور ولمواجهة الوسائل الإعلام لا تقتصر فقط على المتحدث الرسمي، لكن أحيانا قد تبدأ كل المسؤولين في هذا الجهة، بدءا من رئيس الجهاز إلى نوابه الذين لديهم ما يقولونه للناس. هم هذولا يحتاجون أن يستوعبوا الرسالة ويتعلموا كيف نقلها للناس بأبسط وسيلة بشكل مقنع. جميل جدا. أنا أستاذك أنه نأخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا. فاصل ونكملين. حياكم الله من جديد في حديثنا عن التوجيه الملكي بخصوص الجهات الحكومية وتجاوبها مع الإعلام والنقد البناء المفترض والمطلوب من الإعلام. ضيفي في الاستوديو الأستاذ المستشار الإعلامي سلطان البازي، حياك الله مجددا معنا. كنا نتكلم على فكرة أقسام الإعلام وغيرها، اليوم خلينا نتكلم الآن على الأشياء المطلوبة في تأهيل الشخص الذي سيتحدث عن جهة رسمية معينة. هل يفترض أنه حاصل على شهادة معينة، تجربة معينة، إيش؟ يعني أولا أنا أعتقد لازم يكون في إدراك من قيادة هذا الجهاز لأهمية التواصل مع الجمهور. جميل. هذه الألف باء الإعلام أساسا. يعني نسميها في الاستراتيجيات الاتصال، أنه لكي تحقق أهدافك الاستراتيجية يجب أن يكون جمهورك الداخلي وجمهورك الخارجي على اطلاع وعلى قناعة بما تعمل، حتى تستطيع أن تمضي في قدما في تحقيق أهدافك بدون عوائق. أهم العوائق المعارضة، أن تعارض يعني أحد يعارض ما تعمل أو يشوش عليه، هذا يسيء للعمل، يسيء لفريق العمل. بالتالي إذا توفرت هذه القناعة وعدم الخوف، أيضا في فوبيا عند كثير من المسؤولين أعرفهم من موضوع الظهور الإعلامي، بالتالي يجب أن يتجاوز هذه الفوبيا، يتجاوز هذا الخوف، ويبدأ بالبحث عن الأشخاص المناسبين لتولي هذه المهمة، اللي قادرين على الاستيعاب أهمية العمل اللي تقوم فيه هذه الجهة، مدى التأثير، يعرف حجم الجمهور، يعرف الرسائل المناسبة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، كيف يلقيها، كيف يقدمها للناس. كل هذه مسائل يعني يجب أنها تكون. أما التأهيل لا شك يعني كل ما كان هذا الشخص مؤهل في علوم الاتصال في الإعلام كل ما كان أنسب. جميل. لكن لازم يكون عنده أيضا يعني قدرات ذاتية، مهارات التواصل الذاتية. جميل. تركيزك على فكرة الاتصال والتواصل علشان الجمهور؟ نعم، هو يعني الإعلام اسم الاتصال والتواصل هو الاسم الأحدث، لأنك نقل الرسائل الآن خصوصا في هذه المرحلة، ليست الإعلام ليس خط واحد يعني باتجاه واحد ترسل رسالة وخلص تنتهي. الآن في هذا العصر، عصر وسائل التواصل الحديثة، أصبحت الرسائل فيها تفاعلية أكثر، فبالتالي لازم يكون في عنده قدرة ومرونة من للعمل ولتلبية كل التساؤلات التي تطرح، وأيضا إدراك عميق لأهداف المنظمة، استراتيجياتها، رسائلها، مراحل التنفيذ. أنا أعتقد أن عندنا نماذج كثيرة
مشرقة في في الوسائل في في الأجهزة الحكومية خلينا نتحدث. نعم. ونماذج للأسف أنها تحتاج إلى تطوير. صحيح. وهي في قطاعات شديدة الأهمية. صحيح. يعني شديدة الأهمية وشديدة المساس بحياة الناس. طيب بما أنك تحدثت على مسارات الإعلام وذكرت قنوات التواصل الجديد اليوم الإعلام الجديد، في مجموعة من المتحدثين يخلص فقط لمواقع التواصل الاجتماعي لكنه في تجاوبه مع بقية وسائل الإعلام غير جيد. يعني هو هذا أخذ خط واحد وترك خطوط كثيرة أخرى كممكن أنها فعلا تساهم في توصيل رسالته. يعني ليس كل الناس جالسين على تويتر طوال اليوم. صحيح. ليس كل الناس مقراء الجرائد فقط، في بعض الناس يكتفي بإرسال خطاب ورد وإسعادة رئيس التحرير وللنشر. بالضبط. ولا يستطيع تويتر أحيانا أنه يشرح كثير من التفاصيل. هذا صحيح، أنت بحاجة إلى أنك تستخدم كل القنوات. تويتر مهم لكنه ليس القناة الوحيدة. جميل جدا. طيب خلينا نروح للإعلام الآن الجانب الثاني، ويعني بحكم عملك الإعلامي لكني أثق في حيادية طرحك. إيش المفروض اليوم على الإعلاميين، على الصحفيين، على الكتاب، على المذيعين، على المعدين، على الكل، كيف يقدم نقد بناء ويتجاوز فكرة المغالطات أو الشائعات؟ أول شيء أنا أعتقد أنه يحتاج أنه يبني أي رأي يطرحه على معلومة. جميل. يعني لا تكفي الانطباعات. انا ممكن الان مزنوق اني برسل بكتب مقال للعدد الغد، فبالتالي جاء فكره ولا سالفه سمعتها من مجموعه من الاصدقاء واطلق العنان للقلم بشكل عاطفي. لكن المهم انك تستقصي. يعني انا اعتقد كثير من كتابنا وكلهم قادرين على انه يرفع سماعه التليفون على مسؤول في هذا الجهه ويسالوا عن حقيقه هذا الامر، وبالتالي يحصل على معلومات منه ويكتب بناء على المعلومات. ويكتب بناء على المعلومات. يعني فلنفترض انه اعطاه معلومات يعرف انها غير صحيحه، يجب ان يثبت انه ايضا انها غير صحيحه حتى ايضا لا يكون عرضه للمساءله. جميل. وهذه مساله مهمه. يعني اعتقد ليس الامر على اطلاق. انا لا استطيع اني والله اقول انه وزاره الصحه قصرت في هذا الجانب وبدون ما اعرف انه فعلا في عمل حثيث لتغطيه هذا النقص. يمكن معلومات النقص معلومه قديمه من 6 شهور يمكن انتهت. صح. فبالتالي انا اقصد اللي اقصده يعني انه قبل ما تنشر اسأل تثبت فقط. جميل جدا. طيب اليوم الهدف من كل هذا التوجه من هذا الرؤية أن يصير في تكامل في الطرح، تكامل يوضح للناس يعني شيء له علاقة بتنمية الوطن والمصالح. أنا أعتقد أن أمام مسؤولية كبيرة فرح. يعني حنا أمام رؤية 2030. رؤية 2030 تتطلب جهد جبار وضخم جدا تبذل الدولة الآن لتحقيق قفزات محسوبة. حلو. وهذه القفزات يعني على مراحل محددة ولها درجات قياس أداء. مما يعيق أن نتعمد تشويش الرأي العام تجاه هذه القضايا وهذه المسائل. وتعرف أيضا أنه في هذا الوقت نفسه أيضا أن ندخل حروب. بالضبط. حروب في جبهات كثيرة مفتوحة. من أهم الوسائل الأسلحة التي تستخدم ضدنا هي وسائل الإعلام وإثارة الشائعات. فبالتالي أنا أعتقد مسؤولياتنا كإعلاميين ككتاب كصحفيين أنه أيضا أنه لا نكون عون على بلدنا في هذا الإطار. على الأقل يعني النقد البناء المطلوب هو أن نقدم معلومة حقيقية. يعني هذا لا يعني كثير من الأحيان. إذا يعني حصلت معي مؤخرا أنه كتبت شيء إيجابي عن مشروعات الإسكان. جميل. فوجئت بحجم اللي يتهموني بالتطبيل. هذه يا كثرة بصراحة. طيب. إذا كنا نبي يعني ننتقص من كل واحد يكتب عن قضية إيجابية حاصلة بالبلد أنه مطبل. يعني أحد الزملاء الإعلاميين أيضا قال لي كيف انتقلت أنت معسكر وسمى الجمهور إلى معسكر الحكومة. هذا كلام غير مفهوم. أنا ممكن أن غير صادق بصراحة. يعني إذا عندي معلومة حقيقية عن نقص وقصور
في برامج الإسكان يفترض أن يكتب هذا النقد البناء اللي يعني نعم. فيه، بس يجب تكون موثقة أيضا معلومة واضحة. صحيح، وإحنا مثل ما ننتقد أداء بعض الجهات أو في المقابل من الإنصاف ومن المهنية أنه إذا كان في شيء إيجابي أنه يظهر. أنا أعتقد مو من حق الدولة علينا، من حق الوطن علينا، من حق المواطنين أن ننقل معلومة حقيقية سواء الإيجابية أو السلبية، لكن حتى الإيجابية يجب تعطى نفس القدر من الاهتمام والظهور. جميل جدا. يعني أنا بستغل الوقت القليل اللي باقي أن أسمع منك رسالتين توجهها للطرفين، الرسالة الأولى للجهات الحكومية والثانية للإعلام والإعلاميين. خلينا نبدأ بالجهات الحكومية، وش تقول لهم؟ يعني أنا أرجو أنه لا يفهموا من هذا التوجيه أنه فقط أنه جرجروا الناس للمحاكم. يجب على الجهات الحكومية أن تقوم بعملها الحقيقي وهي إيصال المعلومة الحقيقية، أن يهتموا في هذا القطاع، ما يسمونه علاقات عامة، يسمونه إعلام، يسمونه اتصال مؤسسي، تسمية لتهم، المهم أن تصل المعلومة بشكل واضح ودقيق للجمهور عبر وسائل الإعلام. بالنسبة طبعا زملائنا الصحفيين أعتقد تكلمنا بما فيه الكفاية عن الحاجة إلى التحقق والتثبت، ونعتقد أنه لا ينقصهم أبدا الإمكانية الوصول إلى المعلومة. إمكانية الوصول إلى المعلومة، أعتقد التركيز على الحصول على المعلومة. نعم نعم. جميل جدا. المستشار الإعلامي الأستاذ سلطان بازع، شكرا جزيلا لك. شكرا ولهذا لك. الحضور الجميل معنا في أهلا. إذن مثل ما قال الأستاذ سلطان، يعني كان الحديث للجهات الحكومية أن يبادروا بالتواصل الجيد من أجل إيضاح كل ما لديهم من معلومات، وللإعلام والإعلاميين أن يبنوا دائما على معلومة. هناك التقاطة رائعة يجب أن لا نتجاهلها في هذا الحديث، وهو أن نكون في الإعلام وفي طرحنا عونا لهذا الوطن ولقيادته ولشعبه ولتاريخه ومستقبله، لا عونا لأعداء الوطن الذين يحاولون دائما أن يتصيدوا في كل شيء. نحن في الجهات الإعلامية نتكامل مع الجهات الحكومية لا لهدف إلا لإيضاح الحقائق والارتقاء بهذا الوطن وبكل ما يطرح فيه إعلاميا. وشكرا مرة أخرى، كما بدأنا بشكرنا للملك سلمان نختم بالشكر له أيضا أنه يرعى هذا التكامل الإعلامي الحقيقي الجميل ما بين الجهات وما بين الإعلام. فاصل ونكملين معكم. محتوى وسائل التواصل الاجتماعي جدل لا يقف بين الفارغين والممتلئين والمؤثرين وغيرهم. يا هلا، يجدد فتح نافذة الحوار حول هذا الموضوع مع ضيفي الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو وهو المهتم بمجال التقنية، الأستاذ عبد العزيز الحمادي. أستاذ عبد العزيز حياك الله معنا. أهلا وسهلا فيك عبد العزيز. أنت واحد من الناس اللي استغلوا المحتوى يعني بشكل جيد، لكن قبل ما نتكلم على استغلال عبد العزيز خلينا نتكلم بصفة عامة عن تقييمك اليوم للمحتوى والموجود في مواقع التواصل بكل صراحة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نحن نتكلم عن محتوى موجود في الانترنت يفوق 60 مليار صفحة. الشبكات الاجتماعية تملك كم كبير جدا من هذا الرقم، خاصة بعد انفجار الشبكات الاجتماعية بعد عام 2012، تويتر، الفيسبوك، سناب شات وغيره. المحتوى حتى اليوم للأسف لا يزال، نحن نتكلم عن اللغة العربية بالطبع، لا يزال يعني غير ناضج بشكل كبير مقارنة باللغات الأخرى. إذا تكلمنا نحن عن اللغة العربية كلغة عربية بعيدا عن نوعية المحتوى، سنجد اللغة العربية لا تمثل إلا 0.8% من إجمالي المحتوى العربي على الإنترنت. نعم، 0.8% من إجمالي المحتوى العربي، من إجمالي المحتوى العالمي على الإنترنت، من إجمالي 60 مليار صفحة، من إجمالي 60 مليار صفحة. النمو جيد، يمثل تقريبا 3% من إجمالي اللغات، وهذا نمو جيد جدا، ولكن لا يزال ضعيف. نحن إذا قارنا عدد المتحدثين باللغة العربية الذين يستخدمون الإنترنت اللي تقريبا 185 مليون مستخدم، واللي يمثل تقريبا ثلث سكان العالم العربي، نجد أن المحتوى العربي يمثل فقط 0.5%
ثمانية. هذا الرقم والبون شاسع جدا، فلذلك نحتاج انه يعني إيه، لكن هذا الرقم عبد العزيز لانه العرب يستخدمون لغات اخرى ولا لانه اصلا المحتوى العالمي اغزر بكثير بلا مقارنه؟ لا، في اهتمام في المحتوى العالمي من ناحيه انضاجه، من ناحيه اثراءه، من ناحيه زيادته، لكن المحتوى العربي للاسف لا يزال ركيك من هذه الناحيه. خلينا ناخذ مثال ويكيبيديا. ويكيبيديا العربيه لا يوجد فيها الا 400 او 500 الف مقاله، ويكيبيديا الانجليزيه قرابة 5 ملايين مقالة. ربما المقارنة هنا ليست يعني عادلة، لكن دعنا نقارن باللغة الفارسية على سبيل المثال. اللغة الفارسية يتحدث بها قرابة 80 مليون إنسان فقط، في حين أن عدد المقالات فيها يتجاوز عدد مقالات اللغة العربية على سبيل المثال في ويكيبيديا. وعلى هذا فقس في بقية الصفحات الإنترنت. المشكلة لدينا أنه العرب لا يحاولون إثراء هذا المحتوى حتى اليوم، فقط مستهلكين للغة الحالية اللغة العربية أو مستهلكين للغات أخرى. طيب علشان نوضح للناس ونقرب لهم اليوم، وش الفرق بين مستهلك للغة الموجود وبين صانع محتوى داخل الإنترنت؟ جميل. المستهلك هو من يقوم باستهلاك أو قراءة، فقط قراءة المحتوى، ولكن صانع المحتوى هو من يؤلف، من ينشئ، من يطلق مبادرات لإثراء المحتوى، لمقالات، لكذا. فهذا هو الصانع، هذا اللي نحتاجه في الفترة الحالية. ولو أتينا من الذي يجب عليه الاهتمام في هذا الجانب، لو وجدنا أنه دور الجامعات على سبيل المثال دور كبير جدا يجب استثماره، دور المؤسسات، بعض الشركات الكبيرة عالميا نجد في مواقعها الإلكترونية مدونات ومنصات لإطلاق المبادرات المعرفية كنصوص حتى يتم إثراء المحتوى الذي يتعلق بمجال عمل هذه الشركة. أدخل على عدد كبير من الشركات لدينا، لا تجد للأسف إلا إنجازاتها للأسف اليوم. لكن لا يوجد اهتمام، لكنها لا تصنع محتوى، لا تصنع، مع أنها قادرة أنها قادرة تصنع جدا محتوى. والمفترض طيب ممتاز، هذا يجرني إلى سؤال مهم. اليوم المكلف بصناعة المحتوى اللي يقع على عاتقه المسؤولية أكثر شيء، الشركات والمؤسسات العربية ولا الأفراد؟ الأفراد عليهم جزء كبير من يعني الأهمية لإطلاق هذا الأمر، ولكن أيضا المؤسسات سواء الحكومية أو الشركات الخاصة وغيرها، هذا لابد أن يقوموا بإثراء المحتوى في جانب تخصصهم بشكل أفضل في قادم الأيام. يعني أنا آسف على قسوة السؤال إذا صحت التسمية، إحنا متخلفين في صناعة محتوى عربي، أتحدث عن العالم العربي. للأسف جدا، للأسف، والأرقام تثبت ذلك. يعني مقارنة بالعدد الموجود كان يفترض أن المحتوى أكثر. جدا جدا. للأسف مثلا شمال أفريقيا على سبيل المثال اليوم يستخدمون لغات أخرى غير العربية بشكل واسع. لو تحدثنا عن شمال غرب أفريقيا يستخدمون اللغة الإنجليزية، الفرنسية، في حين أنها بلدان عربية. العالم اليوم في إطلاق المنتجات التي نستهلكها نجد أنه 50 أو يعني لا نبالغ مثلا 20 لغات لا تجد اللغة العربية بينها. 185 مليون إنسان يستخدم اللغة العربية، ولكن لا يوجد للأسف اهتمام أيضا من العالم الغربي في إثراء هذا المحتوى، لأنه العالم العربي للأسف يستخدم لغات أصلا أخرى. ال 185 مليون عربي لو كرسوا فعلا جهودهم لخدمة المحتوى، كم ممكن ترتفع النسبة؟ نسبة كبيرة جدا. دعنا نضرب مثال النرويج، أو دعنا في اللغة الألمانية على سبيل المثال، 80 مليون إنسان يتحدث اللغة الألمانية. المحتوى الألماني على الإنترنت أكثر من المحتوى العربي. اللغة الألمانية لا يتحدث بها إلا عدد قليل أقل بكثير من المحتوى العربي. السبب ماذا؟ المؤسسات الدولة، الأفراد، الشركات، كلهم يحاولون إثراء هذا المحتوى بشكل أكبر. طيب وش اللغات الأكثر؟ الإنجليزية هي الأول كمستخدمين أو كمحتوى؟ لا، كمحتوى. كمحتوى اللغة العربية للأسف في المرتبة 16. يا ساتر. إيه، الإنجليزية، الصينية، الإسبانية، الألمانية، وكثير من اللغات الأخرى. وخلينا نؤكد على نقطة، أنه يمكن اللي خدمهم ليس العدد بالدرجة الأولى بقدر ما هو الثقافة أو أكيد. الفكرة في صناعة المحتوى في هذا المجال العدد لا يهم بقدر ما يهم اللي هو الإثراء والمبادرة في إثراء هذا المحتوى. طيب بنرجع نتكلم عن المحتوى، لكن خليني أخذ تجربة عبد العزيز. أنت اهتميت بالمحتوى التقني. صحيح. منطلق في هالموضوع الشغف والهواية والمحبة، ولا أنه في فراغ تقني موجود في موقع التواصل؟ كلاهما. الشغف والاهتمام الجانب التقني هذا جانب، ولكن أيضا هناك للأسف في اللغة العربية لا يوجد محتوى متميز، فضلا على أنه هناك أمر ثالث ربما لم تطرحه، حاجة المجتمع إلى هذا المحتوى. حينما دخلت في تويتر تقريبا عام 2009 وجدت أنه الناس يحتاجون إلى محتوى بسيط يفهم بشكل سهل، خاصة أن التقنية اليوم هي اللغة المستقبل إن صح التعبير. فلذلك وجدت أن الناس تبحث عن المعلومة السهلة،
مثلا أنا كعبد العزيز لدي عدد المتابعين أكثرهم من العامة ليسوا من الناس المتخصصين، فوجدت أنه الناس يبحثون عن معلومة بسيطة، معلومة يستطيع الشخص فهمها من أول قراءة، فهذا الأمر وجدته في الشبكات الاجتماعية. الشبكات الاجتماعية اليوم لا تحتاج إلى الشخص الذي يطرح طرح متخصص عميق بشكل كبير، بقدر ما هي بحاجة إلى إثراء، بقدر ما هي بحاجة إلى تعليم ونشر معرفة. طيب بصراحة وبتواضع خلينا نقول قدرت تبسط هذا الموضوع، لأنه اليوم المصطلحات التقنية يمكن صعبة على كثير من الناس، وجدت تجاوب من ناس غير متخصصين كثر؟ في هناك يعني جهود فردية لا تزال للأسف في محاولة إثراء هذا المحتوى وتبسيطه للعامة، وهناك تقبل كبير جدا من العامة، ونجد ما شاء الله يعني كبار السن قبل صغارهم يعني يستثمرون التقنية في احتياجاتهم اليومية، يستثمرون التقنية في أعمالهم، يستثمرون التقنية في مجالات كثيرة الحمد لله. وين التجاوب أكثر؟ في أي وسيلة تواصل موجودة؟ تويتر نقول؟ كل وسيلة لها مجال، فتويتر على سبيل المثال هو يعني نستطيع القول أن الشبكة الاجتماعية الشعبية للمجتمع لدينا واستجابتهم كبيرة. الأثر الأكبر في سناب شات، نجد أنه في أثر لأنه الشخص ينظر صوت وصورة وتفاعل وأكثر من ذلك. كان تويتر فقط نص أو صورة لكن ليست بشكل مباشر، لكن تأثير تويتر أكبر بشكل كبير من ناحية أنه عدد مستخدمينه أكبر. البقية وش وضعهم؟ أتكلم على الانستغرام والفيسبوك وغيرها. كسعوديين الشبكة الأولى تويتر، لو وجدنا الإحصائيات على سبيل المثال اليوتيوب، السعوديين هم الأكبر استخداما لليوتيوب حول العالم، وهذه الإحصائيات ليست مني بل من اليوتيوب نفسهم. لدينا أكثر من 100,000 ساعة لمشاهدة اليوتيوب فقط من داخل السعودية يوميا، طبعا يوميا 100,000 ساعة يوميا. لدينا سناب شات ثاني أكبر بلد في العالم بعد النرويج هم السعوديين لاستخدام سناب شات، وهذه أيضا من سناب شات نفسهم. 11 مليون حساب تقريبا فيسبوك موجود من السعودية، وغالب من يستخدم هذه هم المقيمين على سبيل المثال. فالسعودية بلد يستخدم بلد تقني، والشعب شعب تقني ويستخدم استخدام كبير. فلذلك أنا أنصح بصراحة التقنيين، الأطباء، جميع من يعني لديهم. كيف إحصائيات السعوديين في تويتر على مستوى العالم؟ كأكبر بلد أو أكبر مدينة في العالم من ناحية عدد التغريدات هي السعودية الرياض، من ناحية عدد المقارنة بعدد السكان طبعا النسبة والتناسب، ولكن لو قارنا دولة ثانية من ناحية العدد لا ستكون أكبر، لكن النسبة والتناسب تويتر هي الأكبر بشكل كبير في السعودية من ناحية التفاعل. عدد المستخدمين تويتر داخل السعودية تقريبا 12 مليون، وهذه نسبة كبيرة جدا. طيب جميل، خلينا شوي ننتقل من المحتوى العربي إلى المحتوى السعودي وبنرجع للعربي، لكن ليش أقول السعودي؟ عشان أربطه بالإحصاءات اللي جالس تقولها. حضورنا الكثيف على مستوى العالم اليوم في السناب شات وفي اليوتيوب وفي تويتر، يعني ألا يجب أن يستغل بشكل أفضل؟ نتمنى وواجب جدا على الأفراد وعلى المؤسسات سواء حكومية أو خاصة أن تستثمر هذا. يعني في وقت سابق لا يوجد لدينا إلا تلفاز وصحيفة، صح، وهذا الأمر لا يعني لا يستطيع الجميع. اليوم بتغريدة واحدة تغير مفاهيم كثيرة، بسناب شات واحد تستطيع أن تزرع قيم حميدة، تزرع قيم إيجابية في المجتمع، وهذا لم يكن في السابق. المؤسسات تستطيع اليوم أن تستثمر الشبكات الاجتماعية في إطلاق الحملات، في زرع القيم، في ما كان في السابق تستطيع للأسف. طيب اليوم عبد العزيز نتفائل بتغيير موجود، يعني أحس أنه في كثير حسابات بصراحة بدأت تقدم محتوى متفاعل مؤثر جيد مفيد نافع للناس. الحمد لله، وبدأ هذا يعني جائزة الإعلام الرقمي اللي أطلقتها وزارة الإعلام الجديد في وقت سابق، الحمد لله كانت يعني محفزة لصنع المزيد من المحتوى المتميز، واللي فازوا كانوا يستحقونها بجدارة بصراحة. فيها انتصار للمحتوى جدا، لم يكن انتصار للجمهور أو العدد، وهذا بصراحة أفرحنا كثيرا جميعا. حتى ممن لم يفز بهذه الجائزة أثبتت هذه الجائزة جدارتها بأن هناك عدل وهناك اهتمام بالنوعية وليس بالكم. فهذا يعني من شأنه بصراحة أن يرفع ويدفع الجميع أنه في الفترة القادمة يكون هناك مزيد من العمل على المحتوى. وش أهم الأفكار والمقترحات اللي تقدمها اليوم لمستخدمي وسائل التواصل لصناعة محتوى جيد؟ أولا البساطة، حاول قدر المستطاع إذا كنت أنت محامي، تقني، طبيب، مهما كان، حاول قدر المستطاع أن تكون متميز وسهل وبسيط، لأنه غالبية الناس الذين يتابعونك ليسوا متخصصين. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الاهتمام بالمحتوى وجودته. كثير للأسف من الناس يشعر أنه إذا أخذ نسخ ولصق
ونشره في الشبكة الاجتماعية يشعر أنه سيحدث فرق. لا، من يتعب على المحتوى، من يحاول أن يبرز أو يصنع محتوى متميز، هذا هو اللي يعني إن شاء الله في قادم الأيام سيكون له تأثير عظيم. لذلك الاهتمام بالمحتوى المتميز والذي تصنعه أنت هذا أفضل بشكل كبير. طيب عبد العزيز، أنا عندي ملاحظة ويمكن أول مرة أقولها، بس قل لي إذا أنا أفكر صح ولا لا. أنت أخبر مني بمواقع التواصل، أنا جالس أشوف أنه اللي يأخذ خط معين في مواقع التواصل يحقق حضور أجمل من اللي يحضر بشكل عام. يعني واحد ممكن يتحدث اليوم عن التعليم وعن الصحة وعن مشاكل الرأي والمجتمع وغيره وغيره، لكن اللي يأخذ خط معين تقني، سينمائي، فني، ديني، أي شيء يعني يحقق حضور أكثر. هذه الرؤية صحيحة ولا لا؟ جدا صحيحة، وهذا أيضا دراسة عالمية أثبتتها، أنه 90 على 10، وفي أيضا من قال 80 على 20، اللي هو أنه لابد أن يكون أن تكون أو يكون أغلب محتواك الذي تطرحه متخصص، 80% متخصص و 20% غير متخصص، أو 90% متخصص و 10% متخصص. حتى الناس الجمهور يثق في الشخص المتخصص، أما الشخص اللي يبيع كل البضائع ويعرض كل المنتجات هذا لا يثق فيه بشكل كبير. أنت لو دخلت على محل متخصص في مجال معين ستثق فيه أكثر من محل يبيع كل الأشياء، فهذا أفضل بشكل كبير والناس تثق في هذا. طيب خلينا نرجع للمحتوى العربي. اليوم بعض المواقع مثل أمازون مثلا ما تتيح المحتوى العربي الموجود، بينما تتيح لغات أخرى كواجهات. نعم، وإن كان في الحمد لله قبل قرابة 3 أو 4 أسابيع أتاحت بيع الكتب العربية في أجهزتها ككندل وغيره. بيع الكتب، لكن أنا أتكلم عن المحتوى اللي تقدمه، الواجهة للأسف، الخيارات، الأيقونات، الكلام هذا كله ما هو موجود للأسف. إيش اللي يخلي مثل هذه الأماكن وغيرها يعني تكون بعيدة عن المحتوى العربي بالرغم من أنه في جمهور عربي؟ للأسف نحن نحتاج أولا أن نثبت لهذه المواقع، ليس فقط أمازون، كثير من المواقع العالمية التي تستهدف العالم ككل في منتجاتها اللغة العربية. طبعا هناك جانب معين تقني، ربما أنه بعض المواقع لم يعني تتجه اللغة العربية بسبب اللغة العربية من اليمين لليسار، فتجد أنه كثير من اللغات مثلا التركية على سبيل المثال لغة قليل يتحدث بها مقارنة باللغة العربية، ولكن سهل أنه يترجمون اللغة، لا يحتاج إلى أن تكون من اليسار. هذه ممكن تكون عائق؟ هذه عائق لبعض المواقع اللي راسلناها. نحن نراسل مثلا مواقع عالمية استخدمها العرب بشكل كبير فيذكروا لنا هذا العائق. عفوا، لما تقول نحن، من أنتم؟ نحن كأفراد. كأفراد. أوكي. نعم. يعني فكرت إنه فيه مؤسسة معينة. لا، نحن كأفراد نحاول قدر المستطاع أن نفرض اللغة العربية على من يخدم العالم ككل. وإن كان يجب بصراحة أن نظهر للعالم أنه 185 مليون مستخدم هم يستخدمون اللغة العربية، ويجبرون يعني المواقع الأخرى التي لا تقدم اللغة العربية أن يعني أن تقدم. ويمكن احنا ما نبغى اللغة العربية تحضر بشكل هش، احنا هدفنا مو حضور اللغة بقدر ما هو حضور المحتوى العربي. أكيد اللغة العربية زائد محتوى رزين ثقيل ينقل صورة جيدة موجودة عندنا. صحيح، ولو ضربنا مثال على مايكروسوفت وعلى جوجل اهتموا بالجانب العربي بشكل كبير جدا. صحيح. لأنه عندهم جمهور عربي. بصراحة جوجل يعني الاهتمام عالي جدا على مستويات كثيرة، يعني جوجل تحتفل بكثير من الذكريات العربية عبر الموقع الموجودة، ترجمة جوجل موجود وإن كان فيها كثير من الإشكالات لكن على الأقل موجود للحكاية. صحيح. طيب ما الذي يقنع هذه الجهات اليوم العالمية المتصدرة للتقنية إنها تقدم محتوى عربي؟ إيش اللي يقنعها؟ في أمر الأول اللي هو تحرك عن طريق الأفراد، واللي أتمنى أن يكون بشكل كبير. لو ضغط الأفراد على المؤسسات والشركات الكبيرة لاستجابوا، لكن أيضا هناك أيضا المفترض يكون تحرك على مستوى مؤسسات الدولة ومؤسسات الخاصة، لأنه يعني مثلا على سبيل المثال لدينا لجنة خرجت تقريبا أظن مدينة الملك عبد العزيز أو خرجت وذهبت إلى تويتر حتى تجبر تويتر على تقليص المحتوى الإباحي أو المحتوى الغير جيد في تويتر على سبيل المثال. فلو كان هناك أيضا تحرك على مستوى مؤسسات الدولة في أو على مستوى أيضا الجامعات في محاولة إثراء المحتوى العربي في المواقع الإلكترونية العالمية، لا يعني لقد صدد بالنار. طيب إيش رأيك ندخل لنسبة 0.8% العربية؟ خلينا في المحتوى العربي اليوم، إيش أهم ما يقدم في المحتوى العربي في هذه النسبة الموجودة؟
للأسف ليس محتوى هادف، أكون صريح معك جيال. المحتوى العربي الأكثر اليوم يا يكون محتوى ترفيهي، يا يكون محتوى إخباري عام، يا يكون المحتوى العربي يعني العلمي قليل جدا. وأضرب لك مثال، لو دخلنا على القواعد البيانات العالمية، القواعد البيانات التي تحتوي الكتب والأبحاث وغيره، لو وجدنا أن اللغة العربية مقارنة ببقية اللغات قليل جدا. فلذلك نحن لا نحتاج أنه فقط نقوم بزيادة اللغة العربية بقدر أيضا ما يكون فيه المحتوى متميز. نعم، الترجمة نحتاج الاهتمام بها في قادم الأيام. فمثلا لو كان أطلقت مشاريع على يعني من الجامعات الكليات الترجمة، أنه ما يخرج طالب إلا ويترجم 20-30-40 مقالة علمية مثلا في ويكيبيديا ولا في غيره، لو جتنا المحتوى العربي المتميز والكفاءة يعني ذو الكفاءة العالية زاد بشكل أكبر. جميل، وبالتالي احنا ما زلنا نحتاج الى الكثير على المحتوى. صحيح. طيب وش ابرز المجالات اللي تشوف انه يجب انه يتضمنها المحتوى العربي؟ اولا المجال العلمي، لان نحن نتكلم اذا تكلم عن المجال العلمي هو الذي يصنع الوعي في المجتمع لدينا. الامر الثاني ما يتعلق بالمجال المعرفي العلمي طبعا المتخصص، والمعرفي هو المجال العام كويكيبيديا كغيره من يعني هذه المجالات. المجال الاخير هو المجال العام يعني المتخصص او غير المتخصص بشكل عام، هذا جيد انه يثرى بشكل افضل. طيب على مستوى الترجمات، يعني تشوف انه هذه راح تخدمنا كثير على مستوى ترجمات الكتب، المقالات، الأخبار، أي شيء له علاقة بمحتوى مترجم إلى العربية؟ مهم، وأنا أؤمن أنه يعني بداية أي إثراء يكون بالترجمة، حتى لا نبدأ من الصفر، نبدأ من حيث انتهى الآخرون. المحتوى الإنجليزي اليوم 60% تقريبا أو أكثر من 60% اللي موجود في الإنترنت، فنحن لماذا نبدأ من الصفر؟ نأخذ مقالات ونأخذ مواد معرفية ونترجمها، خاصة ما يتعلق في الأبحاث، ما يتعلق في المواد المعرفية العامة. ووكيبيديا اليوم، وكيبيديا كثير منها اللي متوفر أو المقالات المتوفرة كلها مترجمة أو كثير منها، فلذلك لو بدأنا بهذا لو وجدنا أنه هناك يعني حراك كبير جدا في قضية الإثراء. طيب استمرارا لهذه الجرأة والصراحة والجمال اللي جالس تتكلم فيه، عندنا اليوم حسابات كثير مؤثرة في مواقع التواصل لكثير من المشاهير، هل وظف هؤلاء المشاهير ما لديهم من جماهيرية لخدمة المحتوى العربي ولا لا؟ للأسف كثير من الجماهير، صحة العبارة، يعني من الجماهير ولا المشاهير؟ عفوا، من المشاهير. يطلق المحتوى الترفيهي، والمحتوى الترفيهي لا يصنع يعني مجتمع معرفي وهو اللي نستهدفه. المحتوى الترفيهي جيد ومتميز ونحتاجه، ولكن أيضا نحن نحتاج إلى محتوى يعني فيه من الفائدة على المجتمع ويعود بالنفع الكبير. فلذلك أتمنى والله من أصحاب الحسابات المليونية ومن حساب السناب شات اللي يتابعونهم مئات الآلاف أن يحاولوا قدر الاستطاعة في صنع المحتوى المتميز المفيد، ليس فقط أن يحاول أن يضحك الجمهور أو يقص قصة يومه أو يحاول أن يعني يأخذ وينسخ تغريدة ويلصقها حتى يزيد عدد التغريدات. لن تنفع هذه التغريدات، بإمكاني ب$10 أشتري 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000 ريتويت، بإمكاني أشتري المتابعين، هذه ليس لا تصنع فرقا ولا تصنع مجتمعا. نحن نحتاج أن نصنع الوعي، نصنع المعرفة، هذا الهدف. وأتمنى والله أن تصل رسالتي إلى كل أصحاب يعني المعرفات المليونية والمشاهير. والله ومع رسالتك عبد العزيز احنا كمان نوجه الرسالة نفسها إلى كل المشاهير الموجودين، قدموا المحتوى الذي تشاؤون في مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما تحبون، اكتبوا عن الخط الكتابي اللي أنتم تحبون، لكن في كل اللي تكتبونه خصصوا 10% أو 20% لخدمة المحتوى العربي وبث رسائل تخدم المحتوى العربي، لأنها راح تفرق كثير. تفرق عبد العزيز، يعني أقصد مع الجماهيرية، يعني اليوم إذا مغرد خلنا ناخذ تويتر عنده 2 مليون متابعين وخدم المحتوى العربي برسالتين ثلاث، مستوى وصولها للآخر يكون أكبر؟ جدا يكون أكبر، وتأثيره يكون أعظم أكيد من شخص عنده فقط 1,000 ولا 2,000. صح، وترفع نسبة المحتوى العربي اللي أكيد ترفع، لكن نحن طبعا كلها ترفع، ولكن إيش اللي يرفع؟ نحن نحتاج اللي يرفع المحتوى الهادف. طيب الرهان اليوم أكثر شيء في رفع نسبة المحتوى، على المكتوب ولا المرئي ولا المسموع؟
كل واحد له طبعا مجال، ولكن المكتوب هو يعني افضل، وهو اللي يقاس في يعني في شبكه الانترنت. يعني الارقام اللي انا ذكرتها هو كلها مكتوب. طيب الحين اليوتيوب عبد العزيز معقول على كل الغزاره الموجوده في اليوتيوب من المحتوى العربي ما قدر يرفع النسبه او يخدم بشكل اقوى؟ اليوتيوب في العالم العربي يعني في كميه محتوى عاليه جدا، ولكن دعنا يعني اكون صريح معك، لو ذهبنا الى المحتوى الرائج من 100 محتوى اللي يظهر، أتحدى أن تجد يعني أكثر من 2-3% من المحتوى هادف فقط، يعني صحيح. أطفال اليوتيوب ولا غيرهم من يحاولون سخرية طقطقة فقط لا غير. نحتاج أنه يكون عندنا محتوى هادف هو اللي يكون رائج في الفترة المقبلة. نعم، وأحنا لما نقول نحتاج أحنا ما نبالغ. ليش؟ الحاجة جاية من الزخم الموجود، يعني حرام كل هذه الملايين من المتابعات ومن هذه تروح بدون ما نصنع شيء ثابت جدا. وأيضا قسناها على أطفالنا، إيش اللي يتابعون اليوم في اليوتيوب؟ اليوتيوب يعني تقريبا في شهر 11 عام 2017 حذفت أكثر من 250 ألف مقطع تستهدف الأطفال فقط. فشلت فلاتر اليوتيوب في معرفة أنه يعني هل هي جيدة ولا غير جيدة، لذلك أطفالنا اليوم يشاهدون أيضا مقاطع غير جيدة سواء في المحتوى العربي أو المحتوى العالمي. نحتاج أن نصنع شيء متميز لأطفالنا. طيب المسؤولية اليوم تقع على مين؟ على مؤسسات التعليم، المجتمع، الأسرة، الإعلام، مين بالضبط؟ تقع على الجميع. أنا لا يعني لا أقول أنه في أحد أكثر من أحد، تقع على الأفراد المنتجين. أصنع محتوى هادف، أصنع محتوى متميز، لا يعني لا يعود بالضرر لا على بلدك ولا على نفسك ولا على أيضا ثقافتك. على المؤسسات، مؤسسات الدولة يجب عليها أن تنظر إلى اليوتيوب. اليوتيوب اليوم للأسف يعني بعض المقاطع يعني جريمة بحد ذاتها أن يشاهدها الأطفال، فلذلك أين يعني صحيح. أنا أذكر أنه خصصنا حلقتين لهذا الموضوع، وفعلا كان هنالك أشياء كارثية جدا، وبالذات مقالب اليوتيوب اللي كانت تصير، يعني كان في كوارث كبيرة جدا. طيب اليوم إذا حبينا نتكلم على الأسرة، على المجتمع، كيف تقدر تدفع بأبنائها إلى تقديم محتوى جيد؟ أنا ليش أطرح هذا السؤال؟ لأنه كثير من اللي يستخدمون المواقع، أتكلم عن سناب شات ويوتيوب مثلا، هم في أعمار مبكرة جدا. دعني أعطيك ما هي سياسات استخدام الشبكات الاجتماعية. هل تعلم أنه إذا وافقنا، إذا سجلت أنت في اليوتيوب راح توافق على سياسات معينة؟ اليوتيوب تجبرك على أن يعني أنك توافق على سياسة أن عمرك أكثر من 18 عام. إذا كان عمرك أقل من 18 عام وأعلى من 13 سنة لابد أن تكون برقابة فقط. فلذلك نحن أطفالنا اليوم أبو سنتين وثلاث سنوات يستخدمون الشبكات الاجتماعية، عفوا يستخدمون اليوتيوب العام، ليس يوتيوب كيدز طبعا. تويتر أقل من 13 سنة لا يسمح، الفيسبوك 13، الواتساب 16 سنة. فلذلك هذه الأعمار فرضتها الشبكات الاجتماعية لأنها تعرف هذه الأعمار لو شاهدها أقل من هذا العمر راح يكون تأثيره ربما سلبي. ما دور الآباء؟ الدور عدة أمور. الأمر الأول الرقابة اللصيقة، خاصة من أن نحن نتكلم عن الأطفال بالطبع. الرقابة اللصيقة، لا تعطي طفلك آيباد وفي يوتيوب ومن ثم يبحر في اليوتيوب وفي المحتوى ربما اللي يعود بالضرر عليه. الأمر الثاني تفعيل القيود في الشبكات، عفوا تفعيل القيود في الأجهزة. الآن ما قصرت أبل وما قصرت أندرويد في تفعيل بعض الخصائص التي تحفظ أبنائنا، ما يسمى بالقيود، من سواء المحتوى العام كشبكات اجتماعية أو محتوى المواقع الإلكترونية وغيره. الأمر الأخير ما يتعلق بتقنين الاستخدام. اليوم شركات الاتصالات عن طريق المودم اللي موجود تستطيع فقط ضبط أوقات الاستخدام من الساعة كذا إلى الساعة كذا، بل حتى يعني المودم تبع شركة اتصالات في أوقات الصلاة حتى. أيضا ما يتعلق المواقع معينة لا تريد طفلك أن يدخل عليها فقط احجبها داخل منزلك فقط. فهذه الأمر تقنين الاستخدام مهم جدا داخل المنزل الأباء. جميل، هذا بالنسبة للأطفال والأباء. أبا نقولك لفئة أخرى وكمان أحتاج صراحتك فيها، الكتاب، المثقفين، الإعلاميين، هؤلاء من المفترض أنهم هم اللي يخدموا المحتوى العربي بشكل كبير، حضورهم خادم للمحتوى العربي ولا لا؟ البعض ما شاء الله تبارك الله نجد كتبه ونجد يعني كتاباته تملأ الانترنت بصراحة، والبعض الآخر للأسف يعني لا يوجد له مساهمات كبيرة على الساحة، يكتب فقط في صحيفة مثلا ورقية، والصحيفة الورقية هذه لا تنشر للأسف يعني في الشبكات الاجتماعية أو لا تنشر في الانترنت بشكل عام، لذلك يبقى المحتوى الانترنت ركيك. أنا أتمنى أن أجد كل
مدون، كل كاتب، كل صحفي أن يملك مدونة. اليوم تستطيع إنشاء مدونة مجانا بدون تدفع ريال واحد. لماذا لا تجمع كل مقالاتك ما كتبتها في 10 سنوات في 5 سنوات ماضية في مدونة تثري بها المحتوى؟ رح يجاوبونك ويقولوا لك أنه اليوم ما في إقبال على المدونات ولا حد يقرأها، فليش أنا أتعب نفسي؟ الدراسات وأيضا الإحصائيات العالمية تثبت غير ذلك تماما. المدونات الشخصية زياراتها عالية جدا. لماذا؟ لأنه جوجل اليوم بدأ يعتمد اعتماد كلي على المدونات الشخصية، بدأ يجعله في يعني مقدمات البحث، في مقدمات البحث باسم كاتب معين تطلع مدونته، مدونته في البداية، مدونته في البداية. ولذلك مثلا ووردبريس على سبيل المثال، لمدونة ووردبريس فقط ادخل انشئ لك مدونة واضمن لك 2-3 أشهر ستجدها في مقدمة، ليس فقط باسم الكاتب بل حتى باسم مقال معين ولا عنوان معين تجد أنه تظهر في مقدمة. نعم، هذه المدونة خدمتك أنت ككاتب. نعم. والأهم خدمت المحتوى العربي بالتأكيد. طيب إيش أبرز النصائح اللي اليوم يعني قبل ما ننهي هذه الحلقة توجهها لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة أمرين، حضور اللغة العربية وحضور المحتوى العربي؟ الأمر الأول التخصص. أنا أتكلم عن رواد الشبكات الاجتماعية المتخصصين يحاولوا قدر الاستطاعة في إثراء المحتوى العربي المتخصص. المحتوى العربي العام جيد، المتخصص بمعنى أنك تأخذ مجال وتشتغل عليه، وتشتغل عليه إثراء. لا أتكلم فقط تغريدات تغرد فيه، لكن يفضل أيضا أن تكتب فيه، أن تثري فيه كمواد مرئية، مواد صوتية ونحوها. أما ما يتعلق بالأمر الثاني اللي هو الجانب الجمهور، أتمنى من الجمهور أن يتفاعل مع المحتوى العربي ويحاول أن يعني يثري بشكل كبير جدا. تسمح لي أوقف؟ تفضل. كيف يتفاعل؟ كيف يتفاعل عشان يثري المحتوى، مو بس يرتوت ولا لا، عشان يثري المحتوى؟ أضرب لك مثال واحد، هو مجال كبير جدا، ويكيبيديا. ويكيبيديا اليوم تتيح للجمهور إثراء المحتوى. أنت لو دخلت على مقالة ووجدت فيها خطأ إملائي، الغالبية 99% طيب إحصائي من عند، لكن أنا أضمن يتجاوزها ولا يدخل على تعديل ويعدلها. ما بالك في بعض الأشخاص، ما شاء الله، يعني أنا أعرف أحد الأشخاص راح اشترى كتاب الأعلام، كتاب الأعلام تقريبا 20 مجلد، وذهب إلى ويكيبيديا وجعل يدخلهم، أدخل أكثر من 500 يعني شخص من المشاهير، سواء في الثقافة سواء في الرياضة سواء يدخلهم. فلذلك أثر هذا ولا ما أثر؟ أثر بشكل كبير. هذا التفاعل اللي أقصده. الجانب الثاني واللي أتمنى تفاعل أيضا المؤسسات، وأنا ربما أني ذكرتهم كثير لأن لهم دور للأسف غائب بشكل كبير. اليوم ادخل على الكليات، الحسابات الخاصة بكليات اللي موجودة في الجامعات، نادرة ما تجد كلية تثري تخصصها. غالب الكليات اليوم استقبل وودع في حساباتها الاجتماعية، لا تنشر أبحاث ولا تنشر مقالات ولا تنشر مشاريع تخرج ولا تنشر غيره. شركات عندها مواد جاهزة جدا، يعني تقدر. مشاريع تخرج الطلاب اليوم ترمى في الأدراج، ترمى في الأدراج، لماذا لا يتم نشرها والاستفادة منها؟ الشركات كما ذكرت، الشركات اليوم تنجح نجاحات باهرة في مشاريعها في عدد كبير من يعني الأمور، ولا تنشرها، لا تنشر أبحاثها، ولا تنشر كيف نجحت في هذا الأمر، لا تنشر ممارساتها المتميزة حتى يستفيد منها الشركات الأخرى كذلك. صحيح. ويمكن الموضوع المؤسسات لأنه عندها إمكانيات. صحيح. الإمكانيات تفرق في الموضوع عبد العزيز. جدا تفرق. المادية، التقنية، حتى على مستوى البشر، الناس، العدد. جدا. وحتى لو كان يعني الإمكانيات حتى لو كانت قصيرة، أنا بإمكاني كشركة أن أفرض على موظفيني مقال واحد في السنة. عندي 1000 موظف، فأنا الآن أضمن 1000 مقال في السنة لإثراء هذا المحتوى باللغة العربية. باللغة العربية بطلع. ولا بطلب منك كثير، اكتب لي مقال في تخصصك. أنت في التسويق، هات مقال في التسويق. أنت في الإدارة. يعني والله أنا أتمنى أن يعني مجموعة هذه الرسائل والأفكار توصل بشكل كبير جدا. عبد العزيز الحمادي، شرفتني جدا بهذا الحوار. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك. شكرا لك. أكرمك الله. المتقاعدون ملف كبير يحظى بعناية واسعة، وفي المقابل لديهم متطلبات يتمنون العناية بها أكثر. ما لهم وما عليهم وأصواتهم وتطلعاتهم نسمعها من منبر يا هلا. نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا. يعتبر المتقاعدون إحدى شرائح المجتمع السعودي التي تتنامى عاما بعد عام. وبحسب تقرير سابق للمؤسسة العامة للتقاعد، فقد كشفت أن عدد المتقاعدين بالسعودية
تجاوز 700,000 متقاعد. اليوم وفي ظل الكثير من المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، بات الكثير من المتقاعدين يأملون أن تواكب أنظمة التقاعد هذه المتغيرات بما يحقق آمالهم. المتقاعدون شريحة هامة في المجتمع، وإن كان البعض ينظر إلى المتقاعدين أنهم فئة مهمشة وانتهت صلاحيتها، إلا أن هؤلاء يجهلون أن المتقاعدين كانوا في أيام مضت بناة للوطن، وأنهم هم من وضع البذور الأولى لكل عمل عظيم نراه اليوم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو عضو الجمعية الوطنية للمتقاعدين الأستاذ سعيد بن مسفر الكبيري. أستاذ سعيد حياك الله معنا في هذا. الله يسلمك. بحكم أنك متقاعد أقول عم سعيد ولا أستاذ سعيد؟ اللي يعجبك. طيب الله يطول بعمرك يا رب. اليوم المتقاعدين يعني حظوا بعناية واسعة من الحكومة بلا شك. هذا صحيح. حول كل ما أعطوا، خلينا نضيء أسمع تعليقك على هالموضوع وندخل لأهم متطلباتكم. حقيقة أن يعني الدولة ما قصرت، ودائما المتقاعد حاطته الدولة منظر عينها. جميل. منظر عينها في كل مجالات، ولكن هناك بعض الأخوة من الزملاء مؤسسة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، يليت أنهم يدافعون عن المتقاعدين بصفة عامة، عن احتياجاتهم. أنا لا دافع إلا لمن هو راتبه 10,000 وما دون، أو 7,000 وما دون. أما اللي 10,000 وما فوق فله بحاجة لوقفتي. طيب وش أبرز هذه الاحتياجات؟ هذا الاحتياج التأمين الطبي الشامل له ولأسرته، تمام. تخفيض الخطوط السعودية وخطوط السكة الحديدية للقطار. خلينا نقول تخفيض التذاكر. التذاكر يعني. التذاكر. ثانيا هناك شركات تأجير سيارات. لا تأجر المتقاعد. ليش؟ ما تأجر، تقول خلاص ما أنت متقاعد ما لك أي منصة، ما لك موضع راس. يعني بعض الشركات ولا كل الشركات؟ لا بعض الشركات. أي. لكن الثلثين من الشركات ما تأجرك. الثلثين. العدد كبير. نعم. أي طيب. الثلث تأجرك. وبعضها بكفالة، بعضها بطاقات أحوال، بطاقة الأحوال بعضها. لكن أنا لما أجي أقول عندكم كذا وكذا يقول نعم تفضل أنت بحكمك الكبير أعطنا البطاقة وأعطنا الرخصة وتوكل. لكن وش وجهته، وش رأيهم أو وجهة نظرهم في أني ما أجر من متقاعد؟ والله أنا أبي وزارة العمل توضح ذلك للمكاتب الذي تأجر خدمات السيارات، خدمات الركاب. طيب ممتاز. طيب اليوم أنت عضو في الجمعية الوطنية للمتقاعدين. نعم. كلمني عن الجمعية، وش تقدم لكم، وش تطلبوا منها، وأنت عضو معهم. الجمعية أول ما تقاعدت عام 1434 قدمت لنا أشياء، وكنا نزمر ونصفرق ونطبل يا سلام. وفجأة تفاجأنا من أخوتي كراما أنها لعبة، اللي هي بطاقة التخفيض هذه. إيه؟ حقت المشتروات 5%. إيه؟ 5% بس فقط، غير من أي مكان تأخذه. 5% تخفض لك. نعم تخفضه. نعم. أي. ما عدا وزير العمل بارك الله فيه ونفع الله به الإسلام والمسلمين الدكتور علي بن ناصر الغفيص، نفعنا في سنتين البطاقة مجان. البطاقة كيف؟ البطاقة الاشتراك. أي. بطاقة المتقاعد مجان. هي كانت بكم؟ كانت اللي هو العضو والعامل ب 150 ريال. اي. والعضو المنتسب ب 70 ريال او 75 ريال. طيب وهذه تحيه لمعالي وزير العمل جدا على هذا. هذا استاذي هو اصلا. كان محافظ مؤسسه العمل التعليمي الفني والتدريب المهني. صحيح. وغيرها الى مؤسسه العمل التدريب التقني والمهني. نعم. هذا استاذي. طيب هذا وش عمل؟ هو حط البطاقه هذه مجانا. مجانا سنتين. وباستطاعته لو انه طور في المؤسسه بيحطها زياده. لكن بحكم طيب. عمله. طيب ال- 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 اليوم اذا قلنا التامين الطبي وتخصيص التذاكر وشركات التاجير، هذه من الاشياء المهمه اللي انتم تتمنوا انها تحل. وشركه الكهرباء. أي. للمتقاعدين. اي للذي زي ما قلت لك شركه الكهرباء والمياه، فاتوره الماء. أي. والصرف الصحي.
أنه مثلا يكون لهم تخفيض معين أن يكون لهم اعتبار معين؟ طبعا. أما بالنسبة لأبو 5000 ريال راتبه ما يصير، ما يكفيه. ما يكفي. أنا أشكر الدكتور في مجلس الشورى الدكتور خليفة الدوسري. ليش؟ لأنه تكلم عن المتقاعدين عسكريا ومدنيا بالحرف الواحد، وأثبت جدارته. طيب رجعني للجمعية مرة ثانية. تفضل. الحين الجمعية وش أبرز الحاجات اللي تقدمها للمتقاعدين؟ ما قدم هي الجمعيه ثلاث سنوات ما قدمت. هي الجمعيه مرتبطه بوزاره العمل مباشره، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الشؤون ايه العمل والشؤون الاجتماعيه. نعم. طيب نعم، ما قدمت شيء الا ما قدمت شيء. مفروض انه دورها اكبر من كذا. لا، اكبر دور فعلا، لا بد يكون دورها فعال وواضح مثمر بناء، ما يكون دورها ميت. نعم، وهذا النداء يجب أن يوصل لهم. أبسألك عن المؤسسة العامة للمتقاعدين. نعم. والتأمينات الاجتماعية وكل. نعم. الأشياء المتعلقة فيكم، بس أستأذنك أنه ناخذ فاصل لنرجع. من عيوني طال عمرك. طيب تسلم عيونك، اشرب لك موية طويل العمر ونجيب لك شاي إلينا نخلص الفاصل. رئيس. هذا فاصل ومكملين معكم. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا. حديثي ما زال مستمرا مع الأستاذ سعيد بن مسفر الكبيري، وهو عضو الجمعية الوطنية المتقاعدين، عن أبرز ما يحتاجه المتقاعدون. رحب فيك مجددا، حياك الله معنا. حياك الله جددا ثانيا وثالثا بإذن الله. حي القيوم. احنا تكلمنا على أبرز الاحتياجات وقلنا التأمين وتخفيض التذاكر وتأجير السيارات. اليوم مؤسسة التقاعد، التأمينات الاجتماعية، كيف أدوارها معكم؟ ما لها دور. كيف ما لها دور؟ ماذا دور؟ هي زي ما تفضلت، يعني لا هناك زيادة في الراتب تدفع عنا، تعطوهم زيادة في الراتب. أي. علاوة. أي. علاوة في الراتب. أي. لا هناك تأمين طبي أمنوها لنا إلى حال التاريخ. أي. وشلون مؤسسة شركة الكهرباء، وشلون مؤسسة الخطوط السعودية، الطيران، أرامكو، كل الشركات يعطون تأمين طبي ولو بالنسبة، حتى إذا منه تقاعد يأخذ معه بطاقة. عندي أعرف حتى ناس المتقاعدين اللي منه. نعم نعم، أعرف ناس عندهم في وظيفة في شركة الكهرباء. أي. وفي خطوط السعودية. أي. وفي رامكو السعودية عندهم بطاقات يتعالجون على حساب الدولة، على حسابهم، على حساب الشركات، على حساب الشركات. ليش؟ طيب أنتم كلمتوهم، رحتوا لهم، قلتوا لهم، شرحتوا لهم؟ كلمنا لهم، رحنا لهم، ولكن الخوف قطع قلوبهم، لأنهم مطمنين. دامك تستلم 20,000 30,000 يا مؤسس محافظة التقاعد. ايه؟ يا محافظ كمان التأمينات الاجتماعية. ايه؟ تستلم هالمبلغ الجدير القدير. ايه؟ أنا أجري في المية، أجري في النار. يعني عاد الله يرزقه باللي يستلمه، لكن احنا ما قلنا شيء. لكن احنا نتكلم على دورك اللي بتعطيه لها المتقاعدين. ما لهم دور. طيب وش اكثر الفئات اللي تحس انهم اليوم يعني بحاجه الى مساعدات في موضوع التامين والتذاكر والتنقل من المتقاعدين؟ النساء ولا الرجال؟ لا، الارامل النساء. ولا النساء اكثر؟ النساء نعم، الرجال بيدبر حاله. ايه؟ باي طريقه كانت. من 7,000 ممكن يدبر حاله، 10,000 يدبر حاله، لكن النساء تستلم 5,000 7,000 ما يدبر حاله، وعندها أولاد أطفال، وعندها أجار بيت، وعندها 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 كل شيء، فين كساوي تكسي أطفالها فين؟ طيب اليوم بعض المتقاعدين، بعضهم أنا أقول إذا تقاعد راح يدور على عمل أكيد ثاني ويحصل. أي هذا العمل يدعمه على يدعمه. اللي موجود يدعم. ما يتعرض حق التقاعد، ما يتعرضه. يخلي العياذ، وهذا يحطه ما سدد ديون وما ديون. أيه؟ اهم شيء سدد الديون. هو لو ما عليه المتقاعد، لو ما عليه ارتباطات والتزامات من يوم هو كان عارض العمل. أيه؟ تقصد مديونيات وقروض وايه؟ لو ما عليه مديونيات انحلت المشاكل، ما صار هناك مشاكل. حافز قطعوا حافز. حافز هذا كان يعطي الحرمه ربة البيت، يعطيها حافز يدفع يدعمها. صح. وبصراحة مفروض أنه البنوك والمؤسسات، البنك ما يسلفني. ليش؟ يقول لك خلاص انتهيت 60 سنة، خلاص تميتني وأنا باقي حي. طيب ما أنا معي راتبي، شلون ما تعطيني راتبي؟ موجه إلى مؤسسة معاشات التقاعد، خذوا منه يا أخي، احجروا عليه يا أخي. لأن في بعض الأخوان المتقاعدين. أي. عندهم خطط أخرى
بمساعدة أيادي خفية أنه يفتح حساب في بنك آخر وينزل حسابه من يروح المؤسسة المعاش التقاعد أو التأمين الاجتماعي يقول حول راتبي على البنك هذا وهو ماخذ قرض من البنك الثاني. أيوة. من هنا الأيدي الخفية هذه في البنك هذا ليش تعطيه؟ ليش يعطونه خلال طرف أو يقول راح أبحث واروح عنده والمؤسسة المعاش التقاعد أو التأمين الاجتماعي ليش تساعد على الشيء هذا؟ طيب الحين البنك ليش ما يعطيك قرض؟ وش يقول لك؟ يقول ما عمرك انتهى. الله يعطيكم طولة العمر. هذا كلامه. طيب واللي تقعد مبكر لسه ما وصل له العمر مثلا. نفس الشيء. وبعدين وش دخل العمر في الموضوع إذا أنا عندي راتب ونازل وماشي وموضوع طيبة؟ ما يمشي هذا يا حبيبي. إذا ما يجيبهم أمر من الدولة ما يمشون عليه. إذا ما في هناك أمر من الدولة صريح وزيش ما يمكن يمشون عليه أبدا. طيب الحين لما خلينا نرجع لأهم المطالبات اللي هو فكرة التأمين الطبي وتخفيض التذاكر وتأجير السيارات والفاتورة الكهرباء وغيرها وش النسبة ولا الحد اللي يساعد المتقاعدين مثلا يخفضون النص الربع الثلث يشيلونها كلها وش لا نبغى اللي أبو 5000 7000 ريال راتبه ومدون يعفون منها انه ياخذ تامين طبي شامل ما يدفع ياخذ تامين طبي شامل اي ما يدفع والرسومات ما يدفع رسوم الكهرباء المويه ما يدفع كم بيطلع عليه 30 ريال 20 ريال اي ما تستاهل يعني حقته طيب واللي اكثر من 7000 لا مانع يدفع الله يعينه طيب الحين في اجتماعاتكم في الجمعيه وش ابرز الموضوعات اللي تدور بينكم والله كلنا نطق على شاكلته كنا نطق على شاكلته نبي كذا ونبي كذا احمد ربك انك في امن وامان اول شيء وطاعه الرحمن نايم في بيتك من احسن ما يكون قرير العين ورجال الدفاع عنك ما تدري عنهم احمد ربك والدوله اعطتك الان 500 المتقاعد 500 ريال صحيح احمد الله ان على دوامها واحمد ربك ان في دوله تعطيك بدون ما تحاسب عليك شيء نحمد الله جل وعلا الحمد لله لما تنظر إلى وسائل الاتصالات الاجتماعية تحصل شيء لا يعلمه إلا الله يعني بدخل بمدخل بسيط زي الدبوس كذا عندك الفساد ايه هاي شوف الفساد هذا اللي سوى فينا البلاوي والمشاكل وكانوا في بطرق مخفيه خافيه لكن الحمد لله لكن انت الحين ذكرت نقطه جيده خلينا نتكلم عنها شوي فضل. اهتمام الدوله بالمتقاعدين زياده ال 500 المرتبات المنتظمه مفروض انه الجهات الباقيه زي البنوك وهذول يساهموا مثل ما ساهمت الدوله ما ساهمت. ويدعم هالمتقاعد ما ساهمت ابدا نهائيا البنوك ساهمت لموظفيها المتقاعدين من عندها اي واللي على راس العمل من عندها هذه ساهمت فيها لكن احنا نبغى العلاوه السنويه من سيدي ولي الامر الذي لا ينسانا دائما خادم الحرمين الشريفين نبغى العلاوه هذه السنويه للمتقاعدين واخص بالذكر منهم راتب 10 له مدون طبعا انت تحدد فكره ال 10000 وما دون بناء على الاحتياجات اللي فيه فعلا اما هذا لك ما على ولا فكر ولا في شيء البلد الان خالي صار بدا يخلى من الاجانب صحيح صارت الشوارع فاضيه صارت المحلات فاضيه طيب الحين انتم لما اجتمعتم مع مثلا حقين التامينات الاجتماعيه ولا مسؤولين التقاعد احنا اجتمعنا مع التامينات الاجتماعيه يا ريتنا نجتمع معاهم وش يقولون؟ انا ودي اجتمع معاهم احط لهم النقط على الحروف اي انت طلبت انك تجتمع معهم نعم وش قالوا فاتصل في الاخ محمد النحاس أي. ابو عبد الله أي. واتصل في حق التامينات الاجتماعيه اللي ما اعرفه ولا اعرف اسمه الجديد أي. بدل سليمان اي ونسق معهم ونجتمع معهم حلو وتقولوا لهم يا جماعه هذه مطالبنا هذه مطالبنا يا ترفعونها وتدافعون عنا عن المتقاعدين صحيح يا حين نرفعها يا اخي نعم واحنا حقيقه يعني ندعو من خلال البرنامج ومن خلال لقائك انهم يتجاوبون مع صوتك ومع طلبك ويجتمعوا معك ارجو من الله ان يسمعون ويتجاوبون مع في طلبي هذا ولا هو طلبي لوحدي طلب الكل انا دافع عن كل عن شريحه المتقاعدين بصفه عامه
الله يقويك. في ناس يا أخي والله العظيم شفتهم الله تبكي من حرهم قسما بالله. الله يقويكم، وأنا أتمنى منهم ونرجع ونقول إنه إحنا نوجه لهم النداء إنهم يتجاوبون معكم، وإحنا كلنا ثقة في تجاوبهم وفي شغلهم وفي عملهم، وإن شاء الله تجدون كل التجاوب. أتمنى ذلك إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لك. تسلم، شكرا لك، وأنا أشكر لك حضورك معنا وإيضاحك معنا الأستاذ سعيد بن مسفر الكبير، شكرا جزيلا لهذا الحضور. الله يبارك فيك إن شاء الله ويسعدك إن شاء الله، وأتمنى لجمع التوفيق والحظ الوافر إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. جبل اللوز في تبوك يكتسي باللون الأبيض، هذه اللوحة الشتائية الربانية الأنيقة تحدث مرة كل عام في مثل هذا الموسم، وكأن الجبل العتيد يتخلى قليلا عن خشونة صخوره ويطل من قلب الشمال أبيضا كأرواح العاشقين. نشوفكم بكرة، تصبحون على خير. حييت تبوك وذكرها الغالي.